فترة انسجنت انت وهيثم، هسه ما اريد اعرف التفاصيل اللي كنا نعرفها، سولف لي من انسجنت انت وهيثم يوسف وقعدت بي طبعا مع اسماء اخرى، لكن انا اذا احدد هيثم، شلون عشتوا هاي فترة السجن؟ شلون شو تسولفون؟ شو تخططون؟ 11 يوم او شهر؟ 10 ايام 10 ايام ال 11 تقريبا نصه طلعنا. سويتوا بيها؟ احنا بالبدايه كنا بمكان، بعدين تحولنا على مكان يعني ذبينا ويا ناس صاروا محكومين بس مو الاحكام القويه يعني الحمد لله خلصتنا. سرقه كذا؟ يعني سرقه اللي مهمل بمكان مثلا كان تابع للدوله او فد شيء يعني مذبوح. فالحمد لله انه مو الكل شرانيين كانوا يعني اكثرهم كانوا يعني مكانات وعندهم اهمال. فبس اجى اتذكر وقتها نقيب او رائد يعني وقف قال انتم فنانين فراح اخليكم هذا المكان اللي هو اقعدوا بيه ونصيحه لكم لا تتقربون يم احد يعني أوكي. خليكم انتم معزولين ما راح نوصل ولد عليكم. احنا اني وعلي جوهر وكان بعد من والله يعني احنا شويه شعبيين يعني نحب نحكي شويه نكته وسالفه يعني. فواحد من عندهم سال علي جوهر يمكن وبعدين واحد اجى سالني احنا كنا قريبين منه قاعدين فسالنا جاوبناهم بعدين صار ضحك ودخن اللي انطيناه سيجاره ما ادري هذا. فمن داره الولد من هناك هو صار بوجهي سبحان الله ما عندي شيء يعني فقال مو النقيب وصوا هذا رجاء بعد حد ليه شويه حد احنا هنا جايين فوق الغضب ما شنو هذا صايك انت ليه صيح عاد والله لا والله احنا يعني ضحكنا وهذا انتهى الموضوع بس كان بصراحه اللي خفف علينا الموضوع يعني هي بوقت فترتنا العيساوي على العيساوي يعني هو ومحمد المدلول هنا أنا ما راح جاسو قبل يومين شفت تحياتي محمد المدلول يقول محمد المدلول شنو باكر يعلقون على البنكه ويضربونه بصيت محمد شنو يا خليك ايجابي لا العيساوي كان غير شكل هيثم شنو وضعه هنا هيثم كان ساكت يعني اكثر شيء صدمه ساكت اي ساكت بس احنا بوقتها اللي كان يعني بصراحه اللي يمنع يعني انه يصير تاتش بيناتنا في شيء الى كل الاحترام والتقدير لانه تعرف فنان اكبر منه عمرا وحتى تاريخ فنان باسم العلي اي يعني باسم العلي كان وقتها هو ما يخبر يعني اذا يصير مثلا حد شيء بيني مثلا وبين علي او بيني وبين اي حد خاف انه يصير شيء فهو يعني هو يسكتنا فاحنا كنا نحترمه لانه اكبر منه عمرا